تمام يا دكتور، احنا دلوقتي لايف نقدر نبدأ. اوكي، مساء الخير، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير، ويا رب تكونوا كده. انا متأكد ان انتم مستفيدين من السيريس اوف انبوتس المتميزة اللي انتم خدتوها على مدار الايام اللي فاتت والايام اللي جاية ان شاء الله. النهاردة انا دكتور ابراهيم سامي، ليكتشرر في الجامعة الألمانية وبراكتيشنر سينس 2010. يشرفني ان اكون متواجد هنا مع استوديو 34، واتمنى ان الكونتريبيوشن بتاعتنا النهارده تبقى فيها اضافه ومفيده ليكم ان شاء الله. النهارده هنتكلم كده عن منظور مختلف شويه، وهو تدريس او الميثودولوجي بتاع تدريس الهاي رايز ستراكشرز او التاور. احنا we did seven cycles of تاور ديزاين ستوديو في الجامعه، 7 سنين خبره تدريس في الموضوع ده، وانا كنت مهتم ان احنا نشارك البروسيس والميثودولوجي لعلها تبقى مفيده للي منكم لسه بيدرس في توجيهه للبروسيس اللي ممكن يشتغل عليها في تصميم اي هاي رايز ستراكشر، وايفن حتى اذر تايبولوجيز، وكمان تبقى مفيده للاكاديميكس والبروفيشنالز اللي بيشاركونا النهارده. الموضوع ببساطة شديدة، احنا هنتكلم عن شوية حاجات، منها الفيجن، الريفرنسز، والبروسيس اللي احنا اشتغلنا عليها عشان نطلع البرودكت اللي احنا بنأرجي ان هو على ليفل عالي من الكومبيتيشن والتميز بصورة او بأخرى. الفيجن بتاعتنا ان احنا ندرس، يعني انت بتيجي تشتغل على مشروع هاي رايز بيبقى الاستراكشر هو التحدي الرئيسي. فاحنا عندنا الكورة ستراكشر، الجيومتري والانفلوب، الفانكشناليتي بتاعت التاور وازاي ان احنا نحقق اعلى كفاءه تصميميه، والتاور وزين الكونتكست بتاعته لان هو ليه ستيتمنت كبيره قوي وسط اي مكان بيتحط فيه. عشان نفهم الموضوع من منظور اشمل بيبقى في بعض المراجع النظريه. انا دايما بقول ان المعماري اللي عنده فيلوسوفيكال او ثيوريتيكال باك جراوند بيقدر يطلع نتاج معماري حتى لو المشروع اورينتد ناحيه التكنولوجي او البيلدينج تكنولوجي او الاستراكشر، لكن الثيوريتيكال باك جراوند بتسبورت ده بصوره قويه. انا حطيت هنا جليمسز او سكانز من بعض الكتب، متروبوليس اوف تومورو ده اللي اتبنى عليه مثلا الفيجن بتاع جوثام سيتي في الكوميكس بتاعت دي سي باتمان مثلا، ليرنينج فروم لاس فيجاس از وان اوف ذا ريفرنسز، و بليس اند بليسنسنس. يمكن الكتاب ده مهم لان التاور مش مرتبط قوي بالكونتكست اللي هو محطوط فيه قد ما مرتبط بالستيتمنت بتاعته كتاور. ففكره يعني ايه اصلا عماره يبقى ليها ارتباط بالمكان كان واحده من المراجع الرئيسيه، ديليريوس ليرورك بتاع ريم كولز، ويمكن كتب تانية بتادرس حاجات جيومتري، سايتلس اوبريتيف ديزاين، الفانكشناليتي از ا فانكشن اوف سايل، طبعا واحد من الكتب الرئيسيه. في مراجع كتير قوي، بس انا كان المهم ان احنا ناكد على فكره ان احنا لازم يبقى في ريسيرش ثيوريتيكال باك جراوند قبل ما نبدا نتكلم على التصميم حتى عشان نقدر نبقى على سوليد جراوند. ديزايننج تول بيلدينجز از وان اوف ريفرنسز فاساد كونستراكشن مانيوال، يعني مش هصدعكم بالحاجات دي، بس خلينا نقول ان هي مهمه جدا جدا جدا. قبل ما تبدا اي مشروع لازم يبقى عندك لسته المراجع او الكتب او البريسيدنت البروجكتس اللي اتنفذت قبل كده اللي انت بتبص عليها قبل ما تشتغل. يمكن الكور بارت بتاع الانبوت بتاع النهارده هو الورك فلو، ازاي ان احنا خدنا المشروع من فكره لفاينل برودكت في اركيتكتشر استاتكس وجزء تكنيكال كمان. احنا الورك فلو ممكن نسمرايز في 4 مراحل: الكونتكست ان كونتكستوال موديل او وركينج وذين كونتكست، الاستراكشر بارت والبلانز، الديتيلينج والسيجمنتال موديل، وفي الاخر الفاينل باكج. دي الفور فيزز الرئيسية اللي من سنين الخبرة كلها قدرنا نطورها. أنا هاخدكم كده في رحلة قصيرة ثرو كل فيز منهم، وده المين بارت بتاع انبوت النهاردة بصورة شاملة يعني.
الكونتكست، الفكره كلها ان انت بتعمل تحليل الموقع. يعني اعتقد اي طالب عماره او تخطيط او اربن ديزاين او اربن بلاننج وات ايفر، فكره تحليل الموقع احنا بس كنا بنبص له من، يعني درسنا اصلا ايه الديفرنت ميكانيزمز لتحليل الموقع، منها التراديشنال واي اللي احنا اتعلمناها، ويمكن في تكنيك تاني طرحناه فكره الليرنج، ان احنا بنشوف بنبريك اوت الاليمنت المختلفه، الناس، المباني، البابليك سبيسز، الانفراستراكشر. فاللير موديل بيدينا a little bit of 3D analysis للموقع اللي احنا فيه، وبما ان التاور اتس vertical structure اكتر ما منه horizontal، ففكره ال 3D analysis للموقع او الليرنج بتاع الموقع ساعدتنا كتير في النقطه دي. ده اكزامبل يعني من واحد من الايمجز بتاعت اللاير موديل، ممكن تتعمل لباركس، لبابليك سبيسز، لاربن فابريك، لرورال فابريك حسب الفابريك اللي انت شغال عليه. وزي ما نشوف هنا في الاكزامبلز السكيلز بتختلف بتاعتها. الستيب الثانيه بعد ما فهمنا الموقع او عملنا اناليسيس بلاير موديل، ان احنا نفهم يعني ايه اصلا الفوليوم اللي احنا نشتغل عليه. احنا طلعنا شويه جايد لاينز وريكومنديشنز من السايت اناليسيس، عايزين بعد كده نبتدي تعملها ترانسفورميشن انتو ا جيومتري. فاحنا برضو كان مهم جدا ان احنا ندرس اصلا يعني ايه اوبريشنز على فورم نفسها، بحيث ان انت تقدر تغير فيها اكوردنج للماجنتس او اكوردنج للفورسز اللي جايه من الموقع. فعندنا بعض ده من الكتاب بتاع اوبريتيف ديزاين كاتالوج اوف سبيشال فيربس، بتقدر ان انت تشوف انا ممكن اعمل سنجل اكشن او مالتيبل اكشنز. طب انا ايه الاكشنز اللي ممكن اعملها؟ انا هقسم الكتله دي، هغير الاورينتيشن بتاعتها، هاوفرلاب. فهتلاقوا هنا في سكرين شوتس ده من الكتاب بتبين البيز فوليوم والفاريشنز الممكنه لي. اكزامبل تاني ان انا بعمل اديشنز او سبتراكشن، هنا سبتراكشن في السلايد معانا ده، ان انا بعمل مالتيبل اوبريشنز. فابتدينا ناخد الموضوع من بيزك فورم بسيط قوي ليرز ثانيه اعمق شويه، وكمان بصينا له من منظور ثاني فري اكتر، ان انا لو عندي كيورد معينه ازاي اترجمها لجيومتري او اترجمها لكومبوزيشن معماري في سبيشال كواليتي. دي كانت التو فيزز الاوليين، يعني ان احنا بنفهم الموقع كويس قوي ثرو ديفرنت تكنيكس، وبعدين بنفهم انا اصلا ازاي ابتدي جنريت a little bit of an architectural volumetric composition within الموقع ده. الستيب الثالثه، ودي يمكن كلنا كمعماريين بنواجه فيها تحدي كبير قوي، فكره الستايل والافكت بتاع الستايل ده، او الستايل اللي انا هشتغل بيه ده هيأفكت ايه. As an example مثلا، واحد من البروجكتس من البريسيدنتس ل OMA، هو الستايل اللي اشتغل بيه لو انت عملت له حاولت تحطه within a certain of keywords ان هو عنده multi slabs, vertical axis, multiple aspects, projecting balconies. لو هو الاركتيك ترجم ده ان الايفكت بتاع الستايل او الايفكت بتاع الالمس اللي هو اشتغل بيها ان هو بقى عنده different density، عنده a little bit of uniform approach للديزاين، عنده فكره الستاكينج، عنده فكره المالتي دايركشناليتي والانكلوجر بتاع المشروع. ممكن انتوا يعني مش لازم تحطوها بالنطاق ده، بس هي فكره انا بعمل ايه والايفكت اللي انا بعمله ده ايه. يعني انا مثلا عايز اعمل تاور مثلا في روتيشن، الايفكت بتاع الروتيشن مثلا 360 فيو، فانا عندي روتيشن از ان وان كي وورد مش لازم اسميها حتى ستايل، والاذر سايد عندي ان انا عندي 360 فيو. طب انا عايز اغير الروتيشن بس عايز امنتين 360 فيو، ففي الحاله دي هشوف اسبيكتس ثانيه تقدر تحقق لي 360 فيو. مثلا انا اشتغل بسلندر جيومتري بدل ما اعمل روتيشن لريجيد جيومتري. فدي يمكن ال ثانيه واحده، انا اسف جدا جدا. يس، دي يمكن البوينت الثالثه. فاحنا تاني عندنا الاربن كونفيجريشن، الفورم انا عملت فيها ايه، I'm just skimming through the slides.
الفكره الثالثه الكي ووردز او الابروتش المعماري بتاعك للتشكيل او الستايل والافكت او الريزلت بتاعت القرارات اللي انت خدتها دي على التصميم ايه. بعد ما فهمنا ده احنا كده فهمنا، قرينا شويه كتب، عملنا شويه اناليسز، وفهمنا احنا ممكن نعمل ايه في التشكيل بتاعنا. كل ده فلسفي، عايزين نطبق ده بقى على ارض الواقع. فبيبقى عندنا ما يسمى به البروتوتايبس. البروتوتايبس بصورة أو بأخرى إن إحنا بنطلب من الستودنت إن إحنا بنطلب من الستودنت أو الأركتيك إن هو يديفلوب ديفرنت alternatives. الالترناتيفز دي بتبقى بيزد على الانبوت اللي جاله من المرحله اللي قبل كده، ويبتدي يطلع منها 1 تو 1000 مودلز مع شويه سكتشز و اناليسيس بسيطه. ال 1 تو 1000 مودلز دي بتبقى طبعا وزين كونتكست، وبتعبر عن الانطباع الاول والفكره الاوليه للمشروع. ممكن تبقى زي ما احنا شايفين هنا قريبه من الـ 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 انا عايز اوصل لايه في الاخر كومبوزيشن، او ممكن تبقى ارتستيك اكتر منها او ابستراكت اكتر منها، واحنا بنسيب الحريه دي. ففي الاخر انت يعني دي اكزامبلز من 1000 مودلز مختلفه، هتلاقوا بعضها ممكن يبقى سكالبتشرال شويه او فري شويه، مش قادر تشوفه از ان هو تاور معماري او فاينل اركتكتشرال برودكت لهاي رايز ستراكشر، وبعضها بيبقى مور انتو لا انا من المرحله الاولى عايز اوصل لحاجه قريبه من اللي عايز اوصل له في الاخر. دي يعني ديفرنت اكزامبلز، ودي كده بنسمرايز فيها فيز 1 اللي هي اندرستاندينج الكونتكست وديفلوبينج الفيرست كونتكستوال موديل او الفيرست فيزيكال موديل. الفيز اللي بعد كده ويمكن دي بنزق فيها شويه، لا احنا محتاجين نسيطر على المشروع اكتر. احنا كنا شغالين الاول with a little bit of more freedom، دلوقتي لا محتاجين نبتدي نشوف الدروينجز دايما بالذات البلانز والسكشنز والستراكشر بيليمت او بيكنترول المعماري بصوره او باخرى، او ده اللي انا بؤمن بيه يعني. فالفيز الثانيه بتبقى لا اوكي تيك ات فروم 1 تو 1000 سكيل، اطلع شويه اشتغل واحد ب 400، ابتدي اعمل دروينجز، ابتدي اعمل اول محاوله للمشروع ده او الجيومتري دي انشائيا ممكن تشتغل ازاي. فهنا صوره من الصور للمودلز الواحد ب 400 الترايل مودلز، احنا كل ده ورك ان بروجرس نوت ا فاينل برودكت. هنا يمكن الموضوع ابتدى يبقى في ترايل شكل الواجهه، الكولومز بارز عن الواجهه ولا داخله جوه البلان. نفس الكلام هنا الفري فورم ازاي ان احنا نقدر نحط له a little bit of organized structure system. المرحله دي بتبقى لطيفه لان انت بيبقى عندك creative content انت اوريدي عامله من فيز 1، وفي فيز 2 بتحاول ان انت تشوف ازاي ان انا اشيل او ان انا سيطر على المشروع ده. في 3 ويمكن دي بتبقى لطيفه جدا، لان يعني انت في 3 لما بنبتدي نشتغل على الفساد والسيجمنتال موديل بيبقى السيجمنتال موديل عشان نفهمه اكتر، احنا ما بنقدرش نبني التاور مره واحده از ا فاينل فيزيكال موديل، والمودلز اتس ا ديزاين تول. فاحنا بنعمله ايه؟ ان احنا بنسلكت حته كريتيكال في التاور. احنا في الفيز اللي فاتت التو فيزز اللي فاتوا 1 ل 1000 و1 ل 400 كنا بنبني مكتة التاور على بعضه للمجسم للمبنى الفيرتيكال على بعضه. في المرحلة دي بنقول لا احنا عايزين نفهم عمارة اكتر، نركز في المشروع اكتر، فبناخد حتة كريتيكال. مثلا هنا الصورة اللي قصادنا دي التاور هنا جزء حاصل فيه روتيشن ان الجريد اتغيرت، فخد مثلا 4 5 ادوار في الحتة الكريتيكال دي واعمل لهم مكت كبير، مكت 1 ل 200 بيبقى حجمه كبير، بيقدر الستودنت ان هو يخش في الديتيلز بتاعته، يقدر يصمم عليه واجهه، يقدر يشوف حتى عليه الحوائط الداخليه. فسكيل 1 تو 200 او 1 تو 100 بيبقى مناسب جدا، بس الفكره في كميه شغل. انا لو عملت ده للتاور كله هتود كونسيوم تايم راذر ذان كونسيومينج تايم انتو ديزاين،
فهنا الميزه ان احنا لما نقينا الحته الكريتيكال، اصعب حته في المشروع اشتغلنا عليها از سيجمنت، قدرنا ان احنا نركز فيها قوي، ولما حلينا اصعب حته نقدر بعد كده نبني المشروع كامل بفيزيكال، نعمل فيزيكال موديل للمشروع كامل بسهوله شديده. فهنا هتلاقوا دايما المناطق الكريتيكال هنا بيظهر فيها بقى الباكج كاستراكشر واركتكتشر وفساد، يعني بتظهر فيها الاليمنتس مع بعضها والكور كمان. فهنا دي اكزامبلز لبعض السيجمنت موديل. احنا كنا بنسيب الحريه بنقول لهم مثلا مينيمم 4 فلورز، بس في بعض الستودنتس دي جو اوكي لا انا عشان افهم الموضوع كويس محتاج اعمل 6 ادوار، محتاج اعمل 5 ادوار. فيمكن ده الـ يعني هنا مثلا ده الستودنت قرر يعمله في الاندنج بتاعه التاور، ففي الحاله دي هو خد اكتر من 4 ادوار عشان يشوف قفله التاور، لان هم كانوا تو ماسز، واحده سيمبل والتانية فولدد كومبلكس اكتر داخلين في بعض. فهنا نفس الكلام في الحته اللي فيها بريدج، هم كانوا تو تاورز صغيرين جنب بعض وفي ما بينهم بريدج، فده الحته اللي نقيناها عشان نعمل فيها السيجمنت موديل. السيجمنت موديل يعني تاني هاكد ان هو في المشاريع الكبيره maybe it's very smart to do part of the project to test more into detail. يعني حتى لو هو low rise مثلا مول وانت عايز تشوف انا هقدر اعمل ماكيت كبير، مجسم كبير 1:100 مثلا للمول ده او 1:50 ولا لا، ممكن تبتدي تست بحته صغيره منه، جزء سلايس من المول تعمل لها ماكيت وتشوف ايه المشاكل اللي واجهتك، بحيث ان انت ما تجيش مثلا تقطع ليزر او ان انت تعمل دروينجز للموديل او الفيزيكال موديل بتاعك كلها، وتكتشف مثلا الجوينتس مش راكبه او ان انت عندك مشكله في تقفيل الحاجات مع بعضها. ففكره السيجمنت موديل دي اي هايلي ريكومند لاي حد بيكسبيرمنت، بالذات تو دو مودلز بسكيل كبير. سكيل كبير معناه ان الموديل في الحقيقه مثلا هيطلع اكبر من متر في متر، يعني برضو عشان تتخيلوا المشاريع دي في الاخر التاور سلعه الهايت بتاعها متر ونص في اكتر، في بيس حوالي لو انا في الذاكره مش خاينيني اكتر من نص متر في نص متر، يمكن نص متر في متر او نص متر في 80 سنتي، فهنتكلم في حاجه كبيره حجمها كبير. لكن لو ما كنت صغير ما بتفرقش، يعمله مره واحده. دي بعض الاكزامبلز الثانيه. هنا مثلا ازاي هنعمل فولدنج ده على الليزر كاتنج على الكارد بورد مثلا او بورق، يعني جربنا تكنيكس مختلفه كتير. يعني دي برضو صور، ده كل ده work in progress، يعني examples مختلفة. هنا مثلا زي ان في حاجة معقدة جوه وحاجة معقدة بره، طب هنركبهم ازاي في بعض. فهنا بيدينا فرصة ان احنا نفهم الarchitecture والstructure وكمان الcomposition اللي انا عامله ده قابل للتنفيذ ولا لا. الفيز الاخيرة اللي هي فيها الفاينل باكج دي فيز ستاندرد، يعني اعتقد اي حد فيكو وصل لمشروع متكامل بصورة كاملة هيبقى فاهم الفيز دي. انا بس حبيت اوريكو سامبلز منها، بس just to be honest هي البروسيس اللي انا حكيتها في 20 minutes بسرعة شديدة جدا، هي كبروسيس طويلة ومرهقة جدا وconsumed lots of energy. حتى انا فاكر الستودنتس بتوعي عملوا لي كامبين كده في نوع من انواع اللي هو ارحمنا بقى كفايه تعبنا. انا حطيت حتى هنا سكرين شوتس الستودنتس كاتبين، يعني فيري فاني كومنتس. بس ده كان قبل الفاينل باسبوعين ثلاثه تقريبا، خلاص كانوا جابوا اخرهم. بس ات واز وورث ات، يعني البروسيس نفسها في الاخر البرودكت انا هوريه لكم دلوقتي كان very very يعني worth it ان انت تتعب التعب ده. دي هنا ال end products لل final models. انا هوريكم شوية صور الطلبة جنب الماكيت عشان تفهموا السكيل، بس الماكيت ده ارتفاعه 2 متر تقريبا او متر ونص، متر 20، متر ونص، متر 20 سوري. دي كده ال final products اللي طلعناها. يمكن حتى تلاحظوا لو حد فيكم فاكر في بعض السيجمنتال مودلز اللي وريناها موجوده هنا از فاينل برودكت، ده برضو كنا مورين السيجمنت موديل بتاعه. فهنا انا هوريكم اكزامبلز، يعني دي كانت اول سنه عملنا فيها الترايلز بتاعتنا. نفس الحكايه انا بوريكم جليمسز من البرودكت على مر السنين،
دي هنا الصورة زي ما قلت لكم مع الستودنتس، فهتلاقوا في بعض الحالات البروجكت اولموست بقى طول الطالب بصورة او بأخرى. ف it's not about the skill but it's about doing a very nice very technical very into depth project، وتقدر في الاخر كل لما تقدر تعبر عن بالدروينجز مور ديتيل زي ما كده بنقول، مثلا انت مثلا تقدر توصل في المشروع في الرسم من سكيل واحد ل 1000 لسكيل واحد لخمسه او واحد لواحد، ده معناه ان انت فاهم كل المراحل. في الماكيتات نفس الحكايه، انا بعمل ماكيت واحد ل 1000 وبوصل لليفل 1 تو 100 او 1 تو 20 في ان انا بعمل موديل. فكل ما الموديل بيكبر كل ما مشاكله بتكبر، فلما بتحلها بيبان قد ايه انت مسيطر على المشروع وقادر تكونترول. دي برضو يعني examples مختلفة. أنا برضو حبيت أوري diversity، إحنا الفكرة إن it's the same studio لكل سنة طبعا، يعني في السنين بيتغير بس أنا بتكلم the same studio بالسنة الواحدة، the same course task، the same site conditions، بس الفكرة إن كل طالب بياخد approach based على parameters معينة زي ما قلنا في الأول، philosophical و contextual وليها علاقة بالمورفولوجي كمان، وبيقدر يطلع منها برودكت متميز I would argue. يعني دي كده in summary بعض الجليمسز من what we did الدروينجز. هتلاقوا هنا ان بنفهم الاربن كونتكست، بنفهم في بعض الطلبة كتير طبعا بيشتغلوا بالديجيتال تولز البارامتريك تولز والجراس هوبر والريفت، ويعني بي اي ام اورينتد، وفي بعضهم فابريكيشن اورينتد. بس دي يعني هنا جليمسز من كل الوركينج مودلز اللي اشتغلنا عليها في سنه من السنين سكيل 1 ل 1000. دي يعني ايمجز من الدوكيومنتيشن اللي احنا كنا عاملينه، الدروينجز، الشغل ترايلز الواجهات سيكشنز، even حتى we went في projects كتيرة ان احنا go into depths نشتغل على details الفساد 1 to 20 1 to 10 sections. يعني بس حبيت اوريكم diversity كمان في ال final product اللي احنا طلعناه. يعني هنا انا يعني هتلاقوا هنا ال 3D shot اللي تحت او الايزومتريك البلاك اند وايت اللي تحت مبين التاور وزين الكونتكست الانفراستراكشر اللي حواليه التاورز اللي حواليه ازاي ان هو الحاجات اللي حوالين المشروع في الاخر طلعت الجيومتري دي مش جاست بس ان هي a little bit of a nice form، لا هو it has a long story behind it. ازاي ان سبيسز متراكبه، الاكسسبيليتي جوه المشروع شغاله ازاي، السبيسز هيراركي، اللاندسكيب. اخر حاجه يعني انا يعني حبيت ان الموضوع يبقى لايت بحيث ان انا اديكم مساحه برضو للديسكشن. احنا وي هاف ا ليتل بيت، احنا في الاول قلنا عندنا فيجن في الاول خالص، الفيجن منها ان احنا عندنا ثيوريتيكال او فلسوفيكال باك جراوند وعندنا اليمنتس ثانيه محتاجين ندرسها منها الجيومتري والاستراكشر الاربن ابروتش والفانكشناليتي. فاحنا حاولنا نقيم بيزد على البروجرس بتاع الستودنتس طول الترم وكمان اخر السنه هم وصلوا لايه. فاحنا عملنا 6 سايكلز او 7 سايكلز وابتدينا نشوف نقطه القوه. ففي اول سايكل كان اقوى حاجه الكونسبت او الفيجن او الثيوري بيهايند البروجكت. في السايكل اللي بعدها الفانكشناليتي ابتدت تبقى دوميننت اكتر وابتدت تبقى ظاهره، او نجحنا ان احنا نحقق فانكشن صحيحه وزين التاور وحل الفراغات بتاعته. في السنه اللي بعديها الجيومتري والثيوري والاستراكشر ابتدوا والفانكشناليتي ابتدوا يبقوا ليهم امباكت اقوى. نفس الكلام يمكن دايما كان كومن ان الاربن بارت لسه مش واخد القوه بتاعته، وده اللي خلانا يمكن في اخر سايكل ان احنا نركز قوي على الاربن ابروتش، وهوريكم ازاي عملنا ده في ريسيرش صغير. بس احنا حتى من تحليل البروجرس بتاع الستودنتس جاست وذين سيمبل اناليسيس قدرنا نفهم نقاط الضعف ايه عشان نشتغل عليها في السنين اللي بعدها. جاست يعني دي حاجه مش مهمه بالنسبه لكم، بس وي كيب ريكورد عن البروجرس بتاع الستودنتس ايه الحاجات برضو، يعني نفس الابروتش اللي قلته
قبل كده في ان احنا بنشوف كل سنه ايه نقطه القوه الضعف، بنعملها ثرو سمستر في التسليمات، بحيث ان انا اعرف التسليمه اللي بعدها الطالب ايه اللي ضعيف عنده فيقدر ان هو يشتغل عليه. بالنسبه يعني احنا اكاديميكس وبروفيشنالز وبراكتيشنرز، بس في الاول وفي الاخر انا عشان اقدر احقق بروجرس في الاكاديميك كورس اللي انا بدرسه، في الانبوت اللي انا بدرسه، وكمان في الشغل اللي بعمله as a professional architect، محتاج اعمل ريسيرش، والريسيرش هو اللي بيخلينا دايما up to date. فاحنا التجربه اللي احنا شرحناها بريفلي في الكام دقيقه اللي فاتوا دول، في 20 minutes او 30 minutes اللي فاتوا دول، احنا ابتدينا نعمل عليها scientific publication، نشوف ان احنا الريسيرشرز في العالم اللي بتعمل publication بتعمل ديسمنتيشن للبحث بتاعك وتشوف الريفيوز عليه والناس ازاي بترياكت ليه، سواء وزن كونفرنس او وزن ساينتفك جورنال. فاحنا عملنا بابليكيشن، ابتدينا نشوف الجزء الاربن ازاي ممكن نطوره، حطينا نوع من انواع الكرايتيريا، انا مش هصدعك بالنقطه دي لان هي ممله، حطينا كرايتيريا لطيفه للالمنتس اللي المفروض تبقى موجوده في الاربن ابروتش توورد ديزاين ذا تاور، وايه النقط اللي كانت حققناها والنقط اللي ما حققناهاش واللي ما حققناهاش ليه. وفي الاخر طلعنا زي جايد لاينز للالمنتس اللي المفروض نشتغل عليها، نقاط القوه ونقاط الضعف، وهي مكتوبه تحت انا مش هقراها لكم، بس مثلا واحده ليها علاقه بالماتيرياليتي، وركينج وذين توبوجرافي، بابليك ترانسبورتيشن اند سايكلينج روتس، ان هي تبقى انتجريتد مع الفيجن بتاعت التاور، اكسسبيليتي، ديفرنت تايب اوف ترافيك، حاجات ليها اكزيستنج نتوركس وانفراستراكشر ازاي بترياكت وبنحترمها في التاور. فابتدى كمان ان انا مش باجي اقول اوكي انا هحسن الكورس ان انا اطلع شكل معماري احسن، انا هحسن الكورس كمان بان انا عندي ساينتفك ريسيرش طلع لي شويه ريكومنديشنز هبتدي انفستيجيت ازاي اطبقها في المره في السنه الجديده اللي هدرس فيها الكورس. في الاخر يعني اتمنى ما اكونش اطلت عليكم، واسيب لكم البلاتفورم للاسئله. اللي انا حكيته لكم ده كان شغل تيم، مش دكتور ابراهيم بس، وكان في تيم كبير ورا القصه دي. التيم ده يعني مش قادر احط صورهم كلهم ولا اساميهم كلهم، بس في الاخر يعني اتس تيم وورك. وشكرا لكم كلكم. لو حد عنده، انا هسيب هنا صوره من الصور المشاريع، لو حد عنده اي اسئله يعني او فور ديسكشن، انا خلصت ومنتظر الفيدباك بتاعكم. طيب انا جات لي هنا الـ بعض الاسئله او الديسكشنز. هو ليه بيتعمل ماكيت؟ اوكي طيب انا هبتدي بيهم سؤال سؤال. موضوع الماكيتات، الماكيت عشان يطلع كويس في الاخر، عشان البرودكت انتوا شايفينه على السكرين ده يطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه، بيبقى لازم يحصل ترايلز كتيره. انت بتتكلم ان انا في الاستوديو في الاخر، خلينا نحسبهم ان انا بعمل مثلا ثلاث ماكيتات في الاول، واحد ل1000 فيري اكسبيرمنتال وواحد فاينل، فبعمل اربعه في فيس 2، بعمل واحد او اثنين في السيجمنتال موديل، بعمل واحد او اثنين. فانت بتتكلم ان انت مينيمم عملت من 6 ل 8 ترايلز قبل ما تشتغل على الفاينل. طبعا تو بي فيري فيري اونست، في ظل التشالنجز الايكونوميك اللي احنا بنواجهها دلوقتي، وريديوست تو ميبي ماكسيمم 3 بير سمستر. بس زمان قبل كده يعني اي ثينك مثلا في 2019 او 2018، لا كنا بنعمل اكتر من كده كترايز يعني. ف الماكيت بيخليك زي ما في حد فاضل لنا رد، بيخليك تتفاعل مع المشروع، بيخليك تفهم المشروع ستيب باي ستيب. السؤال الثاني، الابس اليوز، احنا وي كيبت ات اوبن، لان احنا في الاول في الاخر عندنا الماكيت هو المين ديزاين تول، لكن اتس بيزيكلي ريفيت، جراس هوبر، راينو،
سكتشب، يعني ما كانش بيشتغل جراس هوبر راينو، كان بيستخدم سكتشب و يعني درافتنج تول اوتوكاد مثلا. لكن خلينا اقول لكم الاهم، الاهم وده يمكن اللي بالنسبه لكم، ان احنا عشان عندنا الماكيتات هي المين تول، ما طلبناش ريندرز من الطالب، وده شال من عليه ايفورت كبير، الوقت اللي انت بتضيعه في تظبيط الانفايرمنت وتظبيط الكواليتي بتاعه الفاينل برودكت. احنا ما كناش طالبين ده، حتى اللي عاملين 3 دي شوتس ده هم عملوها تطوعا وما كانتش مأثره على الايفالويشن خالص. فعدم وجود الريندرز كان بلس كبيره ان كل الدروينجز الثانيه والماكيت طلع احسن، لان انت مش حاطط له الوقت والمجهود بتاع الريندر، ما كانش موجود. جريد ليفل ده زي تالت عماره، يعني اول ترم في تالت عماره للناس اللي في كليات حكوميه او سمستر 6 يعني وات ايفر، يعني تالت عماره. فيس 2 فيس 2 اللي هي الاستراكشر بيتعمل ماكيت، بس بيبقى اكسبيرمنتال قوي، لان انا في الاخر لو هو عارف يعمل ماكيت ثابت للتاور، دي اول ستيب تووردز ان هو يبقى متاكد ان مشروعه في الاخر لما يعمله كبير مش هيقع. في بعض الطلبه بتبقى عامله مثلا حركات وفولدنج وعامل التاور بيلف، فيجي بعد كده يعمل له ماكيت استراكشرال يلاقي المشروع بيقع، او يلاقي ان في بلاطات طايره مايله. ففي الحاله دي هو بيعالج المشكله دي في فيس 2. الايرو داينامكس والاير لود، في كتاب في الاول قلنا عليه اسمه ديزايننج تول بيلدينجز، الولاد اتعرضوا يعني بياخدوا انتنسيف انبوت، وبيبقى عندنا كولابوريشن مع استراكشر انجينير او بروفيسور اكشلي، بيقدر ان هو يديهم شويه عن الموضوع ده، بس هم بيبقوا فاهمين يعني ايه ديد لود، يعني ايه لايف لودز، والريسك بتاع كل لود، يعني فاهمين الزلزال بيأثر ازاي على المشروع وبيرياكتوا لده في البوزيشننج الكولمز ومقاس الكور، فاهمين احمال الرياح الفلو. طبعا نتيجه ان احنا اركتكس ومثلا ما بنقدرش نخش في مثلا سي اف دي مودلز ونعمل ويند سيميليشن مثلا، في بعض الجامعات التانيه اللي بيدرسوا هايز ستراكشرز بيدوسوا في الموضوع ده اكتر، لكن في حالتنا احنا للاسف ما قدرناش ان احنا نتيجه الوقت مش اكتر يعني. فده بالنسبه للايروداينامكس والاذر تايب اوف لود. لو في أسئلة تاني بعتوا على طول. في حد هنا باعت المراحل والسكيل؟ طبعا طبعا، انا هروح دلوقتي للفيزز اهي، خلينا ايوه يس. فيز 1 الكونتكست، هتلاقوا السكيلز مكتوبه تحت. فيز 1 الكونتكستوال مودلز، ودي بس ترايلز بسيطه قوي ان هو تفهم فيها الجيومتري وتقدر تفهم مقاس المشروع جوه اللي حواليه، وده بيبقى واحد ل1000. فيس 2 اللي هي بيبقى فيها الدروينجز وبتخش فيها تبتدي تعمل الماكيت اكبر شويه، تبقى 1 ل 500 او 1 ل 400. فيس 3 بتبقى السيجمنت موديل، ان احنا بننقي حته من المشروع نكبرها، ما بقدرش اكبره كله مره واحده، it would be too much effort for the student، دي بتبقى 1 ل 200. فيز الفاينل فيز بتبقى 1 ل 200 برضو، بس الماكيت بيبقى كامل والدروينجز بترينج من سكيلز مختلفة، بس خلينا نقول الماكيت بيطلع 1 ل 200 كام. في حد هنا سائل ازاي الطلبة بتشتغل على الشكل من خارج بعد كده الفراغات الداخلية، هل ده الأفضل؟ لا، احنا ما بنشتغلش على الشكل من خارج، بس احنا عندنا في المرحلة الأولى في فيز 1 عندنا انا بشتغل على
شكل مع الكونتكست، يعني ما عنديش شكل ابسوليوت، ده مش حاجه صح. انا بشتغل على هحط حجم تاور ايه او فوليوم ايه جوه الكونتكست ده. مثلا الدنيا زحمه قوي فانا عايز اعمل حاجه تكون خفيفه، لا الدنيا فلات قوي وعايز اعمل حاجه فيري يونيك، عايز ابص ناحيه البحر، عايز ابص ناحيه الجنينه، فببتدي عندي شويه انبوت من الموقع بعمل على اساسها شكل المبدئي للتاور. في الفيز 2 اللي هي فيها البلانز والاستراكشر، انت هتلاقي كلمه بلانز، بلانز معناها ان هو ابتدى يدرس طيب انا الفانكشنز بتاعتي ايه، هشتغل عليها ازاي، وزين الجيومتري اللي عندي. لكن خلينا اقول يعني كويس، السؤال ده مهم جدا. فيز 2 انت بتغير فيها كمان الجيومتري، يعني انت لو احنا بصينا على انا هجو ثرو بسرعه جدا، لو بصيت على الاشكال اللي انا عملتها هنا هتلاقوا فيز 1 احنا قلنا الموضوع فري، يعني ممكن يطلع اقرب للحقيقه وممكن يبقى فري. فانا لو عندي مثلا حاجه بشكلها كده within context زي اول صوره هنا، انا اكيد في فيز 2 هضطر اعدل حاجات عشان احقق efficiency في الفراغات الداخليه. ففيز 2 هتلاقوا ان الماكتات بتبقى اقرب، اه لسه شكلها حلو بس ابتدت تتغير شويه. فيمكن ده الجزء. في فيس 3 في السيجمنت موديل بتحصل تعديلات، بس تعديلات ما بتأثرش على الشكل العام، ممكن تأثر على اوتلاين البلاطة، ممكن تأثر على البروزات، يعني حاجات بسيطة. في واحد بيسأل what is the main point of making models instead of using 3D programs؟ موضوع بسيط جدا جدا جدا. المين بوينت هنا ان انا بؤمن ان انت بتمسك قلم وتسكتش غير لما مثلا بتفتح، طبعا دلوقتي التابلتس والسمارت سكرين سهلت الموضوع، بس غير لما بتفتح مثلا الاوتوكاد لو انت بتسكتش بلان، لما بتسكتش على ورقه بتبقى الكرييتيف بروسيس بتاعتك احسن بكتير، وبتفهم فورسز معينه ما تقدرش تشوفها على الفيزيكال الديجيتال موديل. يعني مثلا فيز الاستراكشر، فيز انت مهما عملت على الديجيتال موديل انت كمعماري بتبقى صعب عليك فهمها، لكن انت لو جيت تبني ماكيت ولقيت الماكيت حته منه مايله فعملت لها سبورت سواء كان بعمود او بحيطه او بحته كارد بورد، ده بارت اوف ذا ليرنينج بروسيس. فانا بؤمن ان ليرنينج باي دروينج اند باي يوزنج فيزيكال موديل بلس ديجيتال تولز هي دي البروسيس المتكامله. انا مش اجينست خالص 3 دي مودلز، بالعكس احنا اخر كام سنه بعد الايكونوميك كرايسيس او التحديات اللي احنا واجهناها احنا اكشلي قللنا الفيزيكال مودلز وبقينا نعتمد اكتر على الديجيتال تولز، لكن ما لغيناهاش. ف اتس يعني خلينا نقول دي مدرسه او توجه في التدريس. ممكن يعني هتلاقوا حتى في مكاتب بتبقى مهتمه ان كل شغلها يبقى ماكيتات، ومكاتب تانية بتهتم ان هو يبقى ديجيتال، حتى انا بتكلم على اركتكتشر فيرمز الكبيره. يعني في حد سأل، يعني حنين سألت سؤال كبير قوي، how can architects design high rise towers to meet occupants need and contribute positively to community؟ يمكن السؤال ده اجبته في اخر جزء، جزء الريسيرش. احنا لما عملنا، احنا كان جزء في الريسيرش طبعا الامبريلا اللي انت سألتيها دي كبيره قوي، احنا مسكنا جزء واحد منها اللي هو الكوميونتي او الاوربن اسبيكتس وازاي ان احنا نحققها في تدريس مشروع ل undergraduate students في الجامعه، وطلعنا منها parameters كتيره وعملنا لها validation through surveys وي وي وي. بس هو في الاول وفي الاخر انا ما اقدرش اجاوب على السؤال ده، ممكن نحتاج series of lectures عشان نجاوب السؤال ده، لكن اللي اقدر اقوله لك ان في scientific research محترم جدا معمول على ال impact بتاع ال towers وال threats اللي بتطرحها وجود high rise structure within ال context، والمميزات للمشروع بصوره او باخرى وامتى احتاجه، كل ده معمول عليه ريسيرش كبير قوي. وانا هحاول مع التيم بتاع استوديو 34 ان احنا نشير الريفرنسز دي كلها.
يعني واضح ان دي كل الاسئله. شكرا جزيلا لكل اللي حضروا، واتمنى تكونوا استفدتوا. بيست اوف لاك طبعا لكل اللي بيحضروا، سواء كانوا اكاديميكس او نون اكاديميكس. جود لاك ليكوا جميعا، واتمنى لكم النجاح والتوفيق. شكرا جزيلا للاستوديو 34 والهيوج ايفورت بتاع التيم كله والاورجانيزيشن الممتازه، واتمنى ان دايما كده يبقى في كولابوريشن وتعاون ما بيني وما بين استوديو 34 وما بينكم انتوا كمان، لكل الاودينس اللي حاضرين. تحياتي، وان شاء الله يعني اتمنى لكم التوفيق. شكرا.